يواصل تحالف الوطني للعمل الأهلي وحياة كريمة أنشطتهما التي تجوب محافظات مصر المختلفة، وذلك من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجا وتقديم الدعم النقدي للعديد من الأسر، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الخدمية المختلفة. يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 من شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي التنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي، والتي تعمل في كل مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها من الأهداف، والتي تسعى دائما مصر لتحقيقها من أجل بناء الإنسان. أهداف كبيرة وليست سهلة، والتحدي الأكبر ليس في إنجازها ولكن في إنجازها بأسرع وقت ممكن، كي يشعر بها المواطن المتعطش لها منذ سنوات طويلة لحياة كريمة تليق به وتليق بالجمهورية الجديدة، وسط قناعة بأن يكون للمجتمع المدني دور فيها. لذلك كان من الضروري إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، وهو أضخم تحالف يشهده العمل الاجتماعي في بلادنا منذ سنوات طويلة لخدمة المواطن المصري.